شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه وسعاده السيد سايمون مارتن سفير المملكه المتحده لدى مملكه البحرين اليوم بميدان قلعه الشرطه، شهد عرضا موسيقيا عسكريا مشتركا. وقدم العرض الفرقه الموسيقيه للشرطه والفرقه الموسيقيه لمشاة البحرين الملكيه البريطانيه، وذلك بحضور سعاده اللواء طارق حسن الحسن رئيس الامن العام وسعاده اللواء مبارك نجم النجم قائد الفرقه الموسيقيه للشرطه. يأتي هذا العرض الموسيقي في إطار الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على بدء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الداخلية بالعرض الموسيقي العسكري المشترك الذي جاء فيه الأداء راقيا ومتنوعا في ظل الخبرات المتميزة والتاريخ العريق للفرقتين الموسيقيتين ومساهماتها الفاعلة وحضورهما المشهود في المهرجانات والفعاليات الدولية، منويا معاليه عن عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة من العمل المشترك لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين. وكانت الفرقة الموسيقية لمشاة البحرية الملكية البريطانية قد شاركت بالإضافة إلى فرق موسيقية عسكرية أخرى بينها الفرقة الموسيقية للشرطة في الاحتفال العسكري الضوء الأول والذي أقامته قوة دفاع البحرين عام 2004 بمناسبة ذكرى تأسيسها. All right.